بسم الله الرحمن الرحيم، أنجز ما يلي: 5 زائد 4 على 5. إذن 5 تساوي 5 على 1، هذا للتبسيط. زائد 4 على 5، لدينا هنا المقام 5 وهنا المقام 1، لا بد من توحيد المقامات. فأضرب 1 في 5 ثم أضرب 5 في 5. 25 على 5 تساوي 5 على 1 تساوي 5. إذا ضربت البسط والمقام في نفس العدد نحصل على كسر مساوي له. 5 على 1 تساوي 25 على 5 زائد 4 على 5. الآن لدينا نفس المقام، الآن مقام 1 نفس المقام وهو 5، نكتبه نحتفظ به ونجمع البسطين، نحن في عملية الجمع فنجمع البسطين، نحصل على 29 على 5. ولا يمكن أن نختزل هذا الكسر. هنا 3 أرباع أو 3 على 4 زائد 1. 1 يساوي 2 على 2 يساوي 3 على 3 يساوي 4 على 4 يساوي 5 على 5 إلى آخره، لكن يهمنا المقام 4 فنكتب 1 هكذا، 1 هو 4 على 4. المقام الآن موحد أحتفظ به وأجمع البسطين، 7 على 4 وهو كسر مختزل. ستة زائد 2 على 7. 6 ببساطة هي 6 على 1 زائد 2 على 7 هكذا. هنا المقام 7، أضرب 1 في 7 وأضرب 6 في 7. 1 في 7 7، 6 في 7 42، 42 على 7 يساوي 6 على 1 يساوي 6، 42 على 7 زائد 2 على 7 يساوي، نحتفظ بالمقام الموحد ونجمع البسطين، 42 زائد 2 44، 14 على 5 زائد للتبسيط 6 على 1، 14 على 5. المقام أضربه في 5، أيضا البسط أضربه في 5، ف30 على 5 تساوي 6 على 1، 6 على 1 كتابة مختزلة، هذا العدد قمنا باختزاله، 30 قسمة 5، 5 قسمة 5 1. نفس المقام الموحد أحتفظ به، 14 زائد 30 44. نمر إلى عمليات الطرح، طرح الكسور أو طرح الأعداد الكسرية. 1 ناقص 1 على 2، 1 لدينا المقام 2، 1 كما قلنا يساوي 2 على 2 يساوي 3 على 3 إلى آخره، نأخذ 2 على 2 لأن لدينا المقام 2، 2 على 2 تساوي 1، ناقص 1 على 2 يساوي، أحتفظ بالمقام. الآن عملية الطرح، أبحث عن الفرق، 2 ناقص 1 الفرق هو 1، يعني النتيجة نصف، 1 على 2 أو نصف. 12 على 5 ناقص 2 على 1 وهكذا يساوي 12 على 5 ناقص، أضرب 1 في 5 أيضا أضرب البسط في 5، ف10 على 5 تساوي 2 على 1 تساوي 2. أحتفظ بالمقام وأبحث عن الفرق، 12 ناقص 10 2، النتيجة 2 على 5 أو 5. 4 على 1 مرة أخرى ناقص 5 على 12، لاحظوا هنا المقام 12، أضرب 1 في 12 أيضا أضرب 4 في 12، 48 على 12 تساوي 4 على 1 تساوي 4. نفس المقام الموحد أحتفظ به، 48 ناقص 5 تساوي 43، إذا النتيجة هي 43 على 12.
واحد وعشرون على اثنان ناقص عشرة هي عشرون على اثنان. مرة أخرى، واحد وعشرون ناقص عشرون، واحد على اثنان، حصلنا على النصف، يعني نفس النتيجة، يعني أن واحد ناقص واحد على اثنان تساوي واحد وعشرون على اثنان ناقص عشرة. هذه القاعدة، أترك لكم القاعدة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله.